هناك معارك حصلت عبر التاريخ كثيرة جدا، ولكن في الماضي كان حدوث معركة يتطلب وقتا لمعرفتها في مكان آخر. مثال: كانت تحدث معركة وتنتهي وبعد عدة أشهر حتى يبلغ خبر خسارة أو ربح هذه المعركة لأناس يعيشون على بعد مئات أو آلاف الكيلومترات بسبب عدم وجود وسائل اتصال. الحقيقة الحضارة الفارسية أو الإمبراطورية الفارسية أو الساسانية كما تدعم كانت من الحضارات القوية جدا في زمن نزول أو بدايات نزول القرآن. مع بدايات نزول القرآن لا يستطيع إنسان أن يتنبأ بانهيار مثل هذه الحضارة وخلال زمن قصير جدا. الذي حدث أيها الأحبة أن الحضارة الفارسية أو الساسانية حققت انتصارات ساحقة على الروم، لأن خريطة العالم في ذلك الوقت في بداية القرن السابع الميلادي كان لدينا في الشرق الحضارة الساسانية القوية جدا، كانوا يعبدون النار وكانوا ملحدين، وفي الغرب كان لدينا الحضارة الرومانية أو البيزنطية التي تتبنى الديانة المسيحية طبعا المحرفة، وبالتالي لدينا قوى عظمى في الشرق، قوى عظمى، وفي الغرب قوى أخرى. قوة الشرق كانت أكثر عنفا وشراسة، فالتفت على الروم واحتلت أجزاء كبيرة من سوريا، ثم نزلت هذه الحضارة أو هذه الجيش الفارسي نزل باتجاه منطقة أغوار البحر الميت، وعلى حدود أغوار البحر الميت حدثت معارك عنيفة في يعني تقريبا عام 613-614 للميلاد. كان عام 614 للميلاد عام خسارة الروم لأهم المعارك وأهم الأراضي، ودخلوا إلى مناطق البحر الميت وإلى القدس وغير ذلك، وعاثوا فسادا وخربوا. والروم أو البيزنطيين أو القوة العظمى الغربية تكبدت خسارة فادحة جدا لا يستطيع أحد أن يتنبأ لها بالقيام، يعني الانهيار واضح. لدينا الآن، تصوروا أيها الأحبة، لدينا على اليمين أو في الشرق حضارة قوة عظمى تسيطر وتدمر، والعرب بطبيعتهم في اليمن في المناطق مثل البحرين مثل يعني في الجزيرة العربية وفي العراق أيضا يتبعون هذه الحضارة لأن العرب كانوا مشركين. الحقيقة في هذه الأثناء نزلت سورة الروم. بعد أن غلبت الروم أو بعد أن قهرت الحضارة البيزنطية في الغرب نزلت سورة عظيمة اسمها سورة الروم، وتبدأ بألف لام ميم. طبعا ألف لام ميم هنا أيها الأحبة لها نظام رقمي وعددي عجيب جدا، توزع حروف الألف واللام والميم في هذه السورة له إعجاز مذهل. بعد ألف لام ميم قال تعالى: غلبت الروم. كلمتان لخص لك القصة كلها بكلمتين. ماذا قال بعد ذلك؟ جاءت آية عجيبة جدا جدا وغير متوقعة، والعرب اتخذوها سخرية، استهزأوا. كيف يمكن لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يتوقع سقوط الحضارة الفارسية أو القوة الأعظم في ذلك الوقت والتي كانت تهيمن وتسيطر؟ كيف يتوقع أنها ستنهار وخلال بضع سنوات؟ يعني كلمة بضع سنين يعني من 3 إلى 9 سنوات. الآية الصادمة هنا أيها الأحبة ماذا يقول فيها تبارك وتعالى؟ وهم أي الروم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لا أحد يستطيع أن يتوقع هذا الأمر. الحضارة الرومانية أو البيزنطية ما يسمى بالروم كانوا مفككين متناثرين متناحرين انهيارات متتالية، يعني يمكن أن يقوموا بعد 50-60-100 سنة وليس بعد بضع سنين من 3 إلى 9. طيب ما الذي حدث هنا؟ استلم هرقل هذه القوة العظمى الغربية البيزنطيين. عندما استلم القيادة هذا الرجل ذكي ومحنك، عمل خطة محكمة، أدرك أنه لا يمكن مواجهة الفرس
في مناطقه، فقام بعملية التفاف، ثم بدأ بتجميع الجيوش والقوى، والتف على الفرس من الخلف من الشمال والشرق، التف عليهم وبدأت معارك عنيفة جدا. تكبد الفرس خلالها خسائر، خلال 9 سنوات انهارت الحضارة أو خسرت القوة العظمى الشرقية أو الفارسية. فدارت معركة فاصلة بعد ذلك في عام 624، طبعا حسب المصادر التاريخية عام 624 في بداياته، انهارت أو لنقل خسرت أراضي كثيرة الحضارة الفارسية، وانكمشت هذه القوة وتقهقرت، اضطرت لعقد أيضا عدد من المعاهدات الصلح لتحافظ على ما تبقى من أراضيها. إذن أيها الأحبة، من 614 إلى 624 هناك تقريبا أقل من 10 سنوات بقليل، لأن خسارة الروم كانت في تقريبا أواخر 614، وأوائل 624 ربحوا مرة ثانية الروم على حساب الفرس. إذن تحقق الوعد الإلهي الذي يؤكد أن الروم سيعود وينتصرون في بضع سنين، في 9 سنوات. هذا رقم واحد. رقم اثنين أيها الأحبة، هنا أيضا نبوءة عجيبة جدا. الله يقول غلبت الروم في أدنى الأرض. طبعا موضوع أدنى الأرض هذا موضوع آخر، إعجاز آخر، لأن الروم أين غلبوا؟ قلنا في منطقة أغوار البحر الميت. طيب هذه المنطقة ماذا تتصف على الخريطة؟ يعني لو جئنا لمنطقة البحر الميت، ما هي أهم صفة تميز هذه المنطقة؟ أنها أخفض بقعة على وجه الأرض، أدنى بقعة على وجه الأرض، والأدنى هنا بمعنى الأصغر والأقل. والدليل أن الله تعالى يقول ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. إذن الأدنى الأصغر والأقل والأخفض بالنسبة للأرض، المعنى واضح أيها الأحبة. عندما أنبأ الله عز وجل أن هذه المعركة دارت في أخفض منطقة على سطح الأرض، أي أدنى الأرض، هذا إعجاز واضح جدا. وعندما أنبأ عن ربح الروم للمعركة وحدد بضع سنين 9 سنوات، أيضا هذا إعجاز ثاني. هناك إعجاز ثالث أكثر إبهارا، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. طيب نصر الله، ما علاقة نصر الله سبحانه وتعالى بالروم والفرس؟ لأن هؤلاء يعبدون الأوثان والنار، وهؤلاء ديانتهم محرفة، وبالتالي الله لا ينصر مثل هؤلاء، هؤلاء يتركهم لقوانين الدنيا، الذي الأقوى هو الذي ينتصر، أما المؤمن ينصره الله. كيف ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله؟ تصادف سبحان الله أيها الأحبة، دققوا معي، أنه في عام 624، هذا العام هو العام الثاني للهجرة، يعني النبي بعدما هاجر من مكة إلى المدينة، ماذا حدث بعد عامين بالتزامن مع خسارة الفرس وبداية انهيار الحضارة الفارسية وربح الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين؟ عندما ربحت الروم المعركة عام 624 أو عام 2 هجري، ماذا حدث؟ حدثت معركة بدر التي أعز الله فيها المؤمنين وخذل المنافقين والمشركين، سبحان الله. إذن ويومئذ، يعني يوم ربح الروم للمعركة، يفرح المؤمنون بنصر الله في معركة بدر، ينصر من يشاء، سبحان الله. فإذن أيها الأحبة، هنا يعني أنا أرى إعجاز متداخل في بعضه، إعجاز يتعلق بالجيولوجيا والتضاريس والخرائط، ونحن اليوم إذا وضعنا على جوجل كتبنا أخفض منطقة على وجه الأرض أو على الكرة الأرضية اليابسة، طبعا سيعطيك منطقة البحر الميت. ولو تأملت المصادر التاريخية غير الإسلامية، طبعا المصادر التاريخية المعروفة، تجد أنه في 614 حدثت خسارة مدوية وكبرى للروم في ذلك المنطقة، وشبه بدأ انهيار الحضارة الرومانية.
بعد 9 سنوات وشيء يعني حدثت المفاجأة أن الروم عادوا وانتصروا والتفوا على الفرس وبدأ انهيار الحضارة الفارسية. مع كسب الروم المعركة أيضا ربح المؤمنون أو نصرهم الله في بدر، معركة بدر، وبالتالي فرح المؤمنون بنصر الله لهم في نفس التوقيت. سبحان الله، يعني أيها الأحبة، والله الإنسان، أنا سأوجه كلمة للمشككين الذين ينتقدون هذا القرآن، هذه السورة متى نزلت؟ نزلت في مكة المكرمة. طب النبي، بالله عليكم يا من تتهمون النبي أنه جاء ليزيف ويفتري ويروج للأساطير، هل الكلام الذي سمعناه الآن هذا أساطير أم حقائق تاريخية؟ كيف علمها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي يدعوه لسرد هذه الحقائق التي نحن اليوم فقط اكتشفناها؟ هل كان يعلم الغيب بعد 1400 سنة؟ سنكتشف أخفض منطقة على وجه الأرض، على اليابسة، ليقول غلبت الروم في أدنى الأرض؟ ما الذي يدعوه أصلا للخوض في هذه الأمور التاريخية والأمور الغيبية؟ أنا ليس لدي إلا تفسير واحد، أن هذا القرآن وحي من الله. أنتم تقولون النبي جاء طامعا بالنساء والمال والكذا والكذا والكذا، ما الذي يدعوه للخوض في قضايا تاريخية وتكون صحيحة 100%؟ إذن هذا نبي يوحى إليه. وبالتالي أيها الأحبة، والله إن هذه الآيات لتشهد على أنه رسول صادق في دعوته صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.